السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج شارك. تصعيد صهيوني خطير تشهده مدينة القدس بين البارحة واليوم، ولا يزال الاعتداءات مستمرة، اعتداءات على المصلين والمعتكفين في باحات المسجد الأقصى المبارك لتفريق المصلين، ومحاولة لإخلاء حي الشيخ جراح من سكانه، ومقاومة بطولية من المقدسيين خصوصا والشعب الفلسطيني عموما، حيث نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية وعيدها في حال لم يتوقف الكيان الصهيوني عن اعتداءاته على المسجد الأقصى، وأطلقت من غزة رشقات صاروخية فور انتهاء المهلة التي منحتها للعدو الصهيوني، ما أصاب الصهاينة بالهلع، حيث سمعت صفارات الإنذار وأعلنت حكومة الاحتلال حالة الطوارئ، كما نفذ العدو هجمات جوية على أهلنا في قطاع غزة، ما أوقع العشرات بين شهيد وجريح بينهم أطفال. أمام بسالة الشعب الفلسطيني واستماتته في الدفاع عن المقدسات والحرمات، السؤال هو أين الدول العربية والإسلامية شعوبا وحكومات؟ ما هو واجب الشعوب العربية والإسلامية في نصرة القضية الفلسطينية ونصرة المرابطين في المسجد الأقصى؟ مشاهدينا الكرام، يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة والتفاعل مع هذا الموضوع الخطير والمتصاعد، يعني لحظة بلحظة وساعة بساعة، عبر الأرقام التالية. أرقام الفايبر هي 094-466-5680، وكذلك 094-466-5681، وعبر الهاتف يمكنكم المشاركة عبر الأرقام التالية 021-33-47-401، وأيضا 021-33-47-402، وكذلك الرقم 021-33-47-403. إذن نخصص مشاهدينا الكرام هذه الحلقة من شارك لنستمع إلى آرائكم ومشاركاتكم حول هذه الاعتداءات الخطيرة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد المقدسات الإسلامية والعربية في مدينة القدس الشريف، وأيضا يعني سفك الدماء المحرمة والاعتداء على أهلنا في قطاع غزة. إذن نستقبل مشاركاتكم وآراءكم عبر هذه الهواتف. إذن معنا عز الدين شلاك، وهو الشاعر الليبي المعروف، عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ عز الدين. مرحبا أخي، أهلا وسهلا، كيف حالك؟ إن شاء الله طيبين. حياك الله حياك الله أستاذ عز الدين. يعني طالعتنا الأخبار اليوم بتصعيد كبير، هو من البارحة بدأ التصعيد ضد المصلين في باحات المسجد الأقصى لمحاولة تفريقهم، وكذلك محاولة إخلاء حي الشيخ جراح. كيف تتابع يعني هذا التصعيد من قبل الصهاينة وكذلك المقاومة الباسلة والبطولية من قبل المقدسيين خصوصا والشعب الفلسطيني عموما؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييك أخي الفاضل وأحيي المشاهدين في جميع المشاهدين في قناة التناصر الفضائية، وأدعو الله عز وجل أن يستجيب لدعاء المسلمين بهلاك هذا السرطان الأكبر المسمى بإسرائيل، التي لم يأتي منها خير منذ أن طلعت على أرضنا وأرض المسلمين جميعا، ولا يوجد مكان في بلاد المسلمين إلا وقد زرعوا جواسيسهم وأمراضهم المختلفة. وبالنسبة لإخواني المقدسيين والغزاويين وجميع إخواني في فلسطين الحبيبة، أذكرهم دائما وأبدا بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء،
حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. المطلوب أخي الفاضل من الأمة الإسلامية اليوم، نحن والله طفنا على الشباب وطفنا على المنتديات وعلى التجمعات، فرأينا شباب متوقد، رأينا شباب يعني في قلبه حرقة وفي قلبه حماس، ولكن يا أخي الخذلان من أين يأتينا؟ الخذلان من هذه الشرذمة التي تحكم بلاد المسلمين. والله لا يعني فعلا أذكر بيتا للشاعر هاشم الرفاعي يقول فيه: أنا لو لم يكن لي خادر من أمتي ما بت أشكو النوبة. لو لم يكن لي خادر من أمتي، والخادر هو الحاكم. أما أن نستند إلى هؤلاء الحكام ونركن إليهم ونستمع إلى كلامهم ونتبع آراءهم بحجة أطيعوا أولي الأمر منكم، فهذا باطل أخي، هذا باطل فعلا. هذه رسالة أنا أوجهها إلى الشعوب، أوجهها إلى الشعوب. المطلوب أمر عظيم وشيء كثير، المطلوب من هذه الأمة كلها أن تقوم بتحرير هذا المسجد الأقصى، أن تسترده من أيدي اليهود، وليس صعبا. والله عند التكاتف وعند الوحدة وعند الاتحاد وفي الاتحاد قوة، ليس من الصعوبة أن نسترد المسجد الأقصى. فما فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه حين استعاده من أيدي الروم، وأيضا فعل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله حين استعاده من أيدي الصليبيين. نعم العرب أيها. طيب استاذ عز الدين، استاذ عز الدين شلاك، يعني نعم، في ظل هذه الأنظمة التي تحدثت عنها المتخاذلة، في ظل هذه الأنظمة المتخاذلة، ما الذي يمكن للشعوب العربية والإسلامية أن تقدمه للمسجد الأقصى وللمرابطين في المسجد الأقصى وفي فلسطين عموما؟ اسمح لي أن أسمع منك الإجابة، لكن بعد أن نأخذ بعض المداخلات نشركهم معنا، ينتظرون على الخط. معنا خليفة من الجبل الغربي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. حياك الله. النبي وين أخوان فلسطين؟ وين أخوان ليبيا؟ وين أخوان المسلمين ويقاتلوا؟ واللي فجروا في الدول العربية، بس وين الأخوان؟ وين الأخوان من موقفهم من القدس؟ وين الأخوان؟ تقصد جماعة الإخوان المسلمين؟ ايه اخوان المسلمين هم الاولين المفروض يتصدوا. طيب هي قضيه القدس هي قضيه الاخوان المسلمين ولا قضيه الشعوب العربيه والاسلاميه؟ لا قضيه الاخوان المسلمين هم اللي فشلوا الدول العربيه. ليست قضيتك يعني؟ اذا طيب ما دام ليست قضيتك خلص، ليست قضيتك معنا نلغي مشاركتك، لا نحتاج لمشاركه لشخص ليست قضيته فلسطين. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب معنا ايضا خديجه من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا. كيف حالك استاذ عبد الرحمن؟ حياك الله. أستاذ عبد الرحمن، والله الله أنا متفاجئة من هالشعوب العربية هذه. توا هذا ذا اللي يتكلم هذا، توا الإخوان المسلمين، توا شو ندخل هذا في هذا؟ إحنا توا شعوب مسلمة كنا، لازم ننوض على خطر الأقصى. نعم. يعني معقولة هيك؟ معقولة مقعمزين إحنا في مدننا وفي بلاداتنا وناكل ونشرب والأقصى هيك؟ معقولة هيك؟ كيف هيك؟ كيف وين الشعوب العربية؟ وين؟ وين الشعوب قاعد شادي في الاخوان؟ ما اخوان توا احنا في الاقصى ولا في الاخوان؟ احنا توا في الاقصى، الاقصى ينادى على الشعوب العربيه كلهم نوضوا. ايش هذا؟ وين هذا؟ انا حايره والله، حايره الله، حايره في هالشعوب. ما الذي يمكن يا اخت خديجه، ما الذي يمكن ان تقدمه الشعوب العربيه برايك؟ هلبا تقدر تقدم هلبا حاجات، اضعف الايمان حتى تطلع مظاهرات، يعبوا الشوارع، يعبوا الساحات، يعبوا الدنيا كلها، يطلعوا اضعف الايمان هذا. كيف هيك؟ معقوله نتفرجوا عليهم يتعايشوا مساوين ومعقوله 20 شهيد توا في خلال ساعات 20 شهيد؟ معقوله هيك؟ وين المسلمين؟ وين؟ وين؟ شيء غريب صراحه، شيء عجيب. والله شيء ما يتصورش العقل، يعني ما وصلنا لزمن غريب. زمن غريب.
برأيك ما هو السبب ما تلمسينه من تخاذل؟ إن كان هناك يعني شيء من التخاذل كما وصفتي، نحن لا ندري، ربما يعني الساعات القادمة والأيام القادمة قد تهب هذه الشعوب وتنتفض أمام مشاهد الاعتداءات التي يمارسها العدو الصهيوني. لكن حتى الآن يعني ما تشتكين منه من شيء من البرود يعني على ما يبدو، ما هو سببه من وجهة نظرك؟ والله انا من رايي والله الاعلام سبب الاعلام الاعلام له الناس في حاجات ما لهاش علاقه بينا احنا المسلمين نهائيا. لهم في حاجات في مسلسلات، والشباب لاهين في النت وخلوا افكارهم مش في الاقصى ولا في الدفاع عن الاسلام، ولا خلوا افكارهم تافهه. الاعلام راهو ليه دور كبير هلبة، ولا انا هذه قناه التناصح تعلمت منها هلبة حاجات، هل حاجات تعلمت منها. ما كيف ما تدعوش صغاركم يفتحوا على القنوات اللي تحتهم على الجهاد، اللي تحتهم على الاسلام، اللي تحتهم على نصرة المسلمين. معقوله هيك الاعلام هيك؟ احنا توا في شهر رمضان والاعلام مجهز في عالم ثاني، توا 20 شهيد، ولا كان 20 شهيد في خلال ساعات، في خلال ساعات 20 شهيد. نعم. ويدوي لي على الاخوان ويدوي لي، احنا توا في شنو احنا؟ نعم. احنا توا في الاقصى. صحيح. في الاقصى في خطر. كيف هيكي كيف؟ طبعا المسجد الاقصى هو مسجد المسلمين جميعا، يعني اخوان مسلمين وغير اخوان مسلمين. نعم. انا ندعو على المسلمين كلهم، انا ما ندعوش على الشعب الليبي بس، انا ندعو على المسلمين جميعا. وينهم؟ وينهم؟ لا هي اللي في الحاجات التافهه، ولا هي اللي والاقصى يعني في خطر. انا والله نحيي صمودهم، هذا الفلسطينيين نحيي صمودهم. صحيح. من 48 وهم يعانوا. صحيح. ولا زالوا يعني بعشرات الالاف يعني يقدمون التضحيات. نعم. ويستبسلون في الدفاع عن المقدسات. والله نحييهم ونقول لهم والله بقلوبنا. نعم. والله بقلوبنا معكم، والله بقلوبنا معكم. الله غالب مع الناس الا الدعاء. الدعاء. نعم. والله باذن الله ما نبطلين دعاء. شكرا لك، حياك الله. حياك الله أخت خديجة، أشكرك جزيل الشكر. أعتذر منك لأن لدينا اتصالات أخرى. معنا عبد الفتاح من طرابلس، تفضل أخي عبد الفتاح. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وبارك الله فيك. فيك بارك الله. لا إله إلا الله. محمد فعلا رسول. هؤلاء رجال صدقوا مع عهد الله، فعلا أنهم رجال لا تدين تجارة ولا بيع عن ذكر الله. خذلهم المسلمون في جميع أنحاء العالم، قبلت مصر وقبلت الأردن ولبنان وغيرها، وليس لهم الا الله سبحانه وتعالى. وهم رجال، والله العظيم رجال. نعم. يعني رجال فعلا ثابتين في الميدان. والخزي والعار على هؤلاء الحكام مخذلين، يعني مش معقوله لها الدرجه، خصوصا لما يطلع حتى توالي حكومتنا احنا ما طلعتش حتى بيان، يعني معقوله لها الدرجه هذه يا اخي؟ معقوله خضوع وركوع لها الدرجه هذه؟ سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله. انا لا اريد ان اطيل يا استاذ عبد الرحمن لان في متصلين، لكن نسال الله العلي القدير أن يكون ما هو المطلوب من الشعوب العربية في ظل تخاذل الحكام خوي عبد الفتاح؟ عبد الرحمن. نعم. احنا استاذ عبد الرحمن نبدو احنا بميدان الشهداء. انا مخرج منصة ميدان الشهداء دولة، يعني بالله لو تمشي الميدان تلقى 10 ربع. وزي ما قال لك هذا اخوان وهذا كلام فارغ. نحن في ليبيا استاذ عبد الرحمن بالمناسبة نحتاج إلى بنية تحتية، بنية تحتية في الأخلاق، في الاجتماع، في الذوق العام، في كل المجالات صراحة. والله شيء رهيب في ليبيا، والله الذي يحدث في ليبيا اقسم لك بالله يعني شيء غريب ما كنت اتوقع ان يبيني. اقول اخوانك في القدس يقتلون وانت تجيني تقول لي اخوان، شنو الكلام هذا؟ نعم. بارك الله فيك. فيك بارك الله. نعم. لدينا اتصالات اخرى لكن نعود قليلا مع استاذنا عز الدين شلاك. استاذ عز الدين، سالتك يعني ما الذي يمكن ان تقدمه الشعوب العربيه والاسلاميه امام تخاذل الحكومات العربيه المعروف، لكن قبل ان تجيب ربما لديك تعليق على ما استمعت اليه من مشاركات. انا حقيقه يعني والله العظيم يا استاذ الرحمن الأمر مبكي مضحك، يعني شر البلية ما يضحك. أن يجيني واحد يطلع علي واحد مكلف نفسه وماسك سماعة التليفون وقابلها بشوية مقعمز على سفرة في أبراك وشربة وعصبان وبطاطا بطنة، فهمت كيف؟ ودلحة ما صارش بكل، وجاي تقرع في تقريعة يعني ريحتها مش كويسة في وجوه الناس، ويقول لك إخوان مسلمين ما إخوان مسلمين. يا راك كفاكم عبثا يا رجل، يا رجل كفاكم عبثا، حرام عليكم.
بالله عليك يا أخي، أي إخوان مسلمين تتحدث عنهم يا سيدي؟ إخوان سميهم زي ما قلت أنت، إخوان مفسدين، أنت حر سميهم. القضية دي قضية مسلمين وليست قضية إخوان مسلمين يا أخي. القضية قضية القدس قضية المسلمين جميعا، وليست قضية حماس ولا سرايا القدس ولا الفصائل الفلسطينية التي تدافع الآن بروحها وعبدها وعتادها، تدافع عن الأقصى شرف الأمة. القدس عروس عروبتكم، فلماذا أدخلتم كل زنات الليل إلى حجرتها ووقفتم تسترقون السمع من خلف الأبواب لصرخات بكارتها؟ هذا ما فعلناه يا أخي عبد الرحمن، هذا ما فعلناه. والآخر يطلع علينا توا ويقول إخوان مسلمين، سامحني يا عبد الرحمن، معلش بالله الموضوع انفعالي شوية وما توقفنيش بالله عليك. يعني الإخوان المسلمين يعني يطلع علينا الإخوان المسلمين كأنهم يعني كأنهم يحكمون تركوهم في حال ارتكبوا ضدهم المجازر. يا أخوي عبد الرحمن مثل هؤلاء من جرأ علينا الحكام الفاسدين، مثل هؤلاء من شجع الحكام الفاسدين على ما هم عليه، يبررون ويجدون لأنفسهم المخارج والأعذار لكي يخرجوا من 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 هذا من هذه الأنفاق الضيقة التي وضعهم الصهاينة فيها. والله يا أخوي عبد الرحمن قلبت القنوات، لم أجد يعني مع احترامي إلا باستثناء القنوات بعض القنوات الليبية، والله قلبت القنوات العربية والعالمية فلم أجد من يتكلم عن القدس والمقدسيين وانتهاك بيت المسجد الأقصى إلا قناة الجزيرة يا شيخ. والله قناة عربية، وإن جاز التعبير وهي قناة عبرية وليست عربية، في وادي ونحن في وادي آخر. والله العظيم القنوات سكاي نيوز ما سكاي نيوز، بي بي سي ما بي بي سي، والله كلهم أقسم بالله يا أخوي عبد الرحمن في وادي ونحن في وادي آخر. الشهداء يتساقطون وهم قاعدين يتراقصون كالدببة يا شيخ. نعم ابقى معي. وللأسف الشديد سامحني في نقطة لي بس يا عبد الرحمن، تفضل. للأسف الشديد يا عبد الرحمن، نعم، أني 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 أقرأ بعض التغريدات يا أخي خالي أدرعي ومن كان على شاكلته من الصهاينة اللاعين، فأجد بعضا من المسلمين يضعون اللايك والإعجاب والتعليقات على تلك التغريدات. اتقوا الله في رمضان، يقول يا أخي خالي أدرعي لماذا تشمتون بنا في قصة الجسر الذي سقط في إسرائيل؟ فيقول لماذا تشمتون بنا؟ ألسنا في رمضان؟ فتجد المسلمين يتعاطفون ويتبكون معهم. سبحان رب العظيم يا أخي. انبطاح والله ما جرأ اليهود، ما جرأ الصهاينة الملاعين، وأنا أقول الصهاينة، أنا أقول الصهاينة لكي لا أقول اليهود، فبعض الناس يقول لي اليهود ليسوا كلهم مجرمين، فأنا أقول الصهاينة لأن الصهاينة كلهم مجرمون يا شيخ. والله طيب، ما جرأ الصهاينة علينا إلا هؤلاء المنبطحين المنبطحون الذين طبعوا بعلاقاتهم مع إسرائيل وشجعوهم على ذلك. طيب ابقى معي رجاء سيد أستاذ عز الدين شلاك، أنت لم تجب عن سؤالي أريد أن أعود إليه، السؤال وهو ما الذي يمكن أن تقدمه الشعوب العربية والإسلامية بإزاء تخاذل الحكام أو الحكومات العربية؟ لكن نشرك معنا بعض المشاركات التي ربما طال انتظارها على الهاتف. معنا مبروك من بنغازي. السلام عليكم سيد عبد الرحمن. وعليكم السلام، حياك الله أخي مبروك، تفضل. كل عام وأنتم بخير، يقولنا في الأيام الطيبة المباركة إن شاء الله. وأنت طيب إن شاء الله. إجابة مباشرة على سؤالك المبارك هذا، نعم، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. لكن شنو يديروا يا شيخ عبد الرحمن؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الشعوب العربية يا أخوي عبد الرحمن في هذه الأيام المباركة الطيبة، وباختصار شديد، لدينا العودة إلى الله، مش العودة متاع اللحي والكتب والإزار، العودة للأمن والعودة إلى الصدق والعودة إلى التكاتف والعودة إلى التناصر والعودة إلى التسامح والعودة إلى الفرقة والحقد والحسد والمكر والبغض الذي جعل حافظة القلدة والخنازير الإسرائيليين الصهاينة. خلي بالك شيخ عبد الرحمن، نحن لا نعني اليهود ولا نعني النصارى ولا نعني المجوس في دياناتهم، لكن نحن نعني اليهود الصهاينة الذين تحكموا وخططوا منذ أكثر من 400-500 سنة للوصول بالعالم العربي ما هو فيه الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد. والله يا شيخ عبد الرحمن وسامحني ولو سمحت، تفضل، لأني أنا نحن في التناصح
منبر من لا منبر، هذه كلمة جزيرة، لكن الجزيرة خلق منها حتى هي وما أدرك ما الجزيرة. نقصد على التناصح والله يا شيخ عبد الرحمن، لا جامل فيك ولاني خايف منك ولا نبي منك بحاجة. التناصح من لا منبر له، التناصح قناة الاعتدال وقناة الصدق أمانة اللي يقودها الشيخ العلامة وحبيبنا الشيخ الصادق الغزالي، اللي نسأل الله بملء فيه في هذا الشهر المبارك يا رب أن يري الشيخ الصادق الغزالي وأمثاله ما تقر به عيونهم في هذه الدنيا وإقامة حدود الله وقوم شرع الله سبحانه وتعالى. شكرا شكرا لك. على الشعوب العربية ونقول لك حاجة ثانية، والله العظيم التناصح وامثال من القنوات لا يشتغل فيه إلا ابن حلال وواكل حلال، أما غيرها كلها قنوات إعلامية ماسونية. يعني يا شيخ يا شيخ الفارس سامحني معلش بالإطالة، سامحني بالإطالة لا صراحة. نعم. يعني في أمريكا وفي بريطانيا يريدون سن قانون الإزدواج النسبي، أما الدعوة إلى الله ورسوله فهي إرهاب وهي خبث وهي العودة بنا إلى الله أكبر. أشكرك. ولكن أقول للشيخ الصادق وأمثاله إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. شكرا لك. شكرا لك اخوي مبروك. ويا اهل مصر ويا اهل الجزائر، والله كل ما في من يحيدنا الا مؤامرات من تل ابيب ومن واشنطن كما قال اخوي عز الدين شلاك. ونسال الله سبحانه وتعالى يا شيخ عبد الرحمن سامحني يا طالب ان يرزقنا جميعا للذين هرب الجميع واجعلنا وياكم من الذين يستمعون القول. نعم. اشكرك استاذ مبروك، اشكرك واشكرك على يعني اطرائك وثنائك وكذلك على مشاعرك يعني القويه التي عبرت عنها، وفقط اتحفظ على وصف زملائنا ربما في قناه اخرى ربما يزعلوا من وصفك لهم يعني انهم يعني ياكلون حرام او شيء من هذا النوع، يعني نتحفظ على ذلك. على ذكر فضيلة المفتي الشيخ صادق الغرياني، الشيخ صادق ودار الإفتاء الليبية كانت من أوائل المؤسسات التي عبرت عن رأيها وتضامنها ودعت إلى نصرة المسجد الأقصى والمرابطين فيه، وقالت لجميع المسلمين في العالم أن النصرة بالجهاد بالمال هو قرين الجهاد بالنفس، ودعت إلى نصرة القضية الفلسطينية. ده مصداقا لكلامك أخوي مبروك. أخذ كذلك معنا الآن مداخلة أخرى، عربي من بنغازي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لك التحية أخي عبد الرحمن، صوتك قطع معي لكن لعلك كنت أسمعني. نعم أستمع لك بشكل جيد. تحية لك ومن خلالك تحية لشيخنا وشعرنا الأستاذ أكرم عفوا عز الدين شلاك. نعم. وتحية لكل الشعب الليبي والشعب المسلم في المعمورة. طبعا أخي الكريم تحية كم اللي شاركت هذا الموضوع في الوقت اللي كل للأسف يعني معظم اللي محسوبين على الإسلام وعلى الأمة العربية نايمين في العسل كما يقولوا المصريين، وبالذات اللي وصلنا للمرحلة هذه المطبعين وحكم العسكر ومن يدعون بالحكم العسكر وأنهم هم أقوياء، أين هم في هذه اللحظات؟ أين هم والقدس الجاس بأقدام الصهاينة بأقدام الأنجاس واللي يدعي ويقول للأخوان المسلمين؟ فمن ندعو هو كيف نقولوا عليه؟ مثلا الأخوان اليهوديين الأخوان المسيحيين نطلقوا عليه. الأخوان المسلمين العرب كل العرب والإسلام هم أخوان، فما عيب؟ أنا مانيش أخواني لكن ما فيش عيب أني أنا أكون أخوان المسلمين. هذا 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 اسمي شرفني، أو أني أنا نطلق عليه للأسف يعني اسمح لي في العبارة نطلق عليه أنه هو أخوان اليهود أو أخوان المسيحيين معاكس للأخوان المسلمين. طيب. فأنا من خلالك أخي الكريم نتمنى من الأمة العربية والإسلامية أن هي تتحد وأن هي تبطل، لأن حرب إسرائيل ليس في القدس فقط، إنما يحاربوا فينا في عقر دارنا، يحاربوا فينا بالمطبعين، يحاربوا فينا في من يدعونا بالحكم العسكري. نعم. يحاربوا فينا بمن هم يشدوا في الوطن العربي للوراء ويشدوا في الدين الإسلامي للوراء. من داخلنا أخي الكريم فعلينا أن نعي وأن نفصل لهذا الجرم ولهذا الحرب اللي قائم على الأمة الإسلامية. ونوحد كلمتنا ونفصل أنفسنا وأن نحن نتمسك بديننا مضبوط ونتواجه بإذن الله إلى القدس وعلى سبيل أنه هو يفتح الحدود بحيث أنه هو يسمح للأمة الإسلامية أنها يقارع اليهود. شكرا. حان الوقت
ولكن تحية أخي الكريم. شكرا جزيلا لك أخي عربي من بنغازي. ننوه مشاهدينا الكرام إلى أن هناك دعوات للتظاهر الليلة في ميدان الشهداء بطرابلس نصرة للمسجد الأقصى وللمرابطين في المسجد الأقصى وفي فلسطين. هناك دعوات للتظاهر الليلة في ميدان الشهداء بطرابلس. ربما هذه يعني بداية الاستجابة لما يجري في فلسطين ومسجد الأقصى المبارك. ينضم إلينا أو نأخذ مشاركة أكرم من غريان قبل أن أعود إلى ضيفي. تفضل يا سيد أكرم. السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام. والله يا أخوي شيء اللي نشعر فيه تو نشوفه فيه والله يبكي العين أقسم بالله. أيوه معك أكرم الفرجاني. أكرم الفرجاني من غريان. والله إن شاء الله أول حاجة الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم يا أكرم تابع. أيوة والله هو تو تشوف يا سبحان الله هي الإنسان تو إحنا فينا اللي يموت إن معناه ربي يعطيه إنه يخش الجنة طول يا سبحان الله معناه فرصة هي جاية لكن الرؤساء العرب هادم ألو. نعم يا أخي أكرم أخي أكرم لو تستمع إلينا من سماعة الهاتف وتخفض صوت التلفزيون لأن هناك تأخف الصوت. لما تقول تو في حاجات هي هذه اللي مصيبة اللي مخلي الناس هكي لما تقول وطيعوا للأمر. هكي تسمع فيه هكي تسمع فيه هكي. نعم أستمع إليك لكن أنت صوتي يصلك متأخر لو تخفض صوت التلفزيون يصلك مباشرة من الهاتف. هو تو لما تسمع كلمة وطيعوا أولي الأمر منكم أولي الأمر تو هم في الأخير هم اللي ضيعوا المسلمين تو أولي الأمر لما سيد أكرم هكي تو أنا مواطي التلفزيون كله. طيب تسمع فيه هكي. نعم نستمع إليك. نعم تابع. تو هو لما يقول لك وطيعوا أولي الأمر منكم أولي الأمر منكم هم مقعمزين تو يشوفوا في القدس يدمروا فيهم والناس قاعدة حايسة فهمت ولا وما فيش ولا واحد من الولياء الأمر إنه يطلع يتكلم مخلين الناس هكي وخلاص خيرهم ولياء الأمر هذا ما يتكلموش وين ملك المغرب وين رئيس مصر وين ليبيا وين الجزائر وين السودان وين كل ما وينهم دو إحنا العامة من الناس والله لو غير يخلونا نمشي قسم بالله لو واحد من الناس مستعد نمشي نفجر روحي فصل اليهود أما قسم بالله الجنة تراجي فينا وإحنا أدلة ما نسوي شيء نخافوا من بعضنا واحد يجي يقول لك الإخوان المسلمين هم نصهم في جيشون مصر قاعدين محبيس ما عندهم مش ما بيجيهم أما بعد أما ما رؤساء العرب هذا أما وظيفتهم إنهم متسلطين على أمتهم مخلينهم إنهم قاعدين فصل الشجون حد يتكلم أنت أني هذا يشدوه يحبسوه هذه وظيفتنا بس لكن لما بتجي تتكلم عن المقدسات الإسلامية والحاجات هذه ما تلقاش ولا واحد إنه يطلع يتكلم منهم ما فيه تو هذا اللي يقول لك الإخوان المسلمين هذا مدعم لحفتر والمشكلات اللي زي حفتر هو دمر بنغازي ما خلى فيها شيء دمرها كلها وقاعدين هم مسيسين لي ما هو معاهم هذا الحق لكن طيب. القدس بإذن الله رب العالمين هي المنتصرة إن شاء الله وإحنا الله غالب علينا ما عندناش حاجة نديرها معنا الحاجة الوحيدة لو إنه يطلع الشيخ صادق غرياني يقول متى إن فيه العملاء الأمار الرؤساء كلهم تو يطلعوا في يوم واحد. طيب شكرا جزيلا لك أخي أكرم كنت معنا عبر الهاتف من غريان ونعتذر عن الإشكال في الصوت. أعود إلى ضيفي سيد عز الدين أشلاك. سيد عز الدين يعني لو كان لديك تعليق على ما استمعت إليه من مشاركات وجوابا لسؤالي يعني أن تجيب عن سؤالي ما الذي يمكن لهذه الشعوب أن تقدمه الآن. سيد أكرم قال إن إحنا ما عندناش يعني ما نستطيع أن نقدمه فهل فعلا يعني ليس لدى الشعوب ما الشعوب العربية الإسلامية ما تقدمه في حال تخاذل الحكومات العربية والإسلامية؟ نعم لديها أخوي عبد الرحمن إذا كانت الشعوب مثقفة إذا كانت الشعوب مرتبطة بدينها إذا كانت الشعوب مرتبطة بعقيدتها ارتباط وثيق عندها ما تقدم غصبا عن الحكام وغصبا عن الساسة وغصبا عن المحللين وغصبا عن المتفلسفين وكلهم عندها ما تقدم. للأسف أخوي عبد الرحمن أنا مرة نتناقش أنا واحد على المسجد الأقصى حتى قبل الأحداث هذه وقبل شهر قبل رمضان يعني فقال لي
قال لي للأقصى رب يحميه، هيك قال لي، قال لي للأقصى رب يحميه. يعني هو يجيب في قصة عبد المطلب لما قال لي أبرهن حبشي أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فهذا فرق عظيم، قلت له شاسع بين 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 ذلك الزمان وهذا الزمان. إن لما 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 جاء أبرهن حبشي بيهدم الكعبة، ما كانتش الأمة مكلفة ذيك الساعة بحماية الكعبة أو بحماية المقدسات، لم تكن مكلفة. لكن الآن المسؤولية والواجب منوط وملقى على الجميع، وسيحاسبون على هذا على هذا الخذلان وهذا التراجع. عرف النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول يخرب الكعبة أو يهدم الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. يأتي واحد من الحبشة ويخرب الكعبة ويهدمها، فلا تجد من يدافع عنها لأن الأمة قد تخلت عنها. ليس هناك في النصوص ما يدل على أن المسجد هدم أو لم يهدم، يعني ما فيش حاجة تدل، ولكن هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمسجد الأقصى كذلك إن تخلت عنه الأمة فإنه مهدد بالهدم. الآن الصهاينة يهددون بهدم المسجد الأقصى ليبنوا الهيكل، الهيكل سليمان المزعوم. أما عن واجب المسلمين أو عن كيفية أن الشباب المسلم وأن المسلمين جميعا شيبا وشبابا رجالا ونساء صغارا وكبارا لابد عليهم أن يقدموا ما يستطيعون تقديمه لحماية ونصرة المسجد الأقصى وإخواننا في فلسطين الحبيبة. كيف ذلك؟ علينا نحن كآباء وكأولياء أمور وكمدرسين وكمربيين وفي كل مكان، علينا أن نبدأ بزرع في أذهان أبنائنا أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد إلا بالقوة. فإن اليهود أخي عبد الرحمن لم يأتوا ليرحلوا، إنما جاءوا ليبقوا، جاءوا يحملون مشروعا عدوانيا محوره الأساسي والرئيسي هو هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم كما أسلفت. ومن شرعنا لهم هذا هم المنبطحون من أبناء جلدتنا الذين يتظاهرون بأنهم على ديننا ويصلون بصلاتنا ويستقبلون قبلتنا، وهم في الواقع جواسيس زرعهم اليهود في بلادنا وبلاد المسلمين، فتلبسوا بجلود الشياه وأخطر ما يكون الذئب متلبسا. طيب. وكما أسلفت لك أني قرأت بعض التغريدات لليهود، نجد أبناء المسلمين معجبين به. طيب هذا يعني يدفعني للسؤال التالي أستاذ عز الدين. تعليم الأجيال تعليم الأجيال فضائل المسجد الأقصى، المسجد الأقصى الذي غاب عن مناهجنا وغاب عن مدارسنا وغاب عن حلقاتنا وغاب عن أفكارنا وغاب عن أفهام أبنائنا، لابد أن نعلمهم هذه الفضائل. ثانيا نذكر المسلمين في أنحاء العالم بقضايا المسجد الأقصى ومشكلاته عبر المؤتمرات والندوات. لا نمل ولا نكل، لا نقول قدمنا ولا نقول كم عملنا من مؤتمر وكم عملنا من ندوة وكم، لا، لابد أن نستمر، لابد أن لا نيأس في هذا المجال. المؤتمرات والندوات عبر الشاشات الفضائية، عبر السوشيال ميديا، عبر كل الوسائل المتاحة الآن، لابد وأن نذكر جميع الناس بمشاكل المسجد الأقصى. لابد أن نعرف العالم كله بهذه المشكلات وما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات. أيضا القيام بإيصال التبرعات المادية. نعم أستاذ عز الدين، حفظه الله، قال أن زكاة الفطر على المسلمين أن يتوجهوا بزكواتهم إلى إخواننا في فلسطين دعما لهم وتثبيتا لصمودهم. نعم. طيب ابقى معي رجاء سيد عز الدين، تأخرنا فقط على بعض المتصلين، نأخذ مشاركاتهم ثم أعود للمتابعة معك. معنا محمد من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أخوي عبد الرحمن القدس ولا الحلقة بتاعكم. نعم. ما الذي يمكن أن تقدمه الشعوب العربية والإسلامية للمسجد الأقصى لدعم المقاومين في المسجد الأقصى وفلسطين؟ أخي محمد، لا
لا أدري إن كان محمد معنا في الاستماع. على كل حال نأخذ عبد الله من مصراتة. عبد الله يبدو فقدنا الاتصال بعبد الله. نأخذ عبد الحكيم من طرابلس. عبد الحكيم يبدو انقطعت الاتصالات للأسف الشديد. أعود إليك أستاذ عز الدين شلاك، يعني كنت أريد أن أسألك، يعني هذه الظاهرة التي لاحظتها من بعض التعليقات أو المتضامنة مع أفخاي أدرعي الذي ذكرته، وأيضا عدم وجود ردة فعل مناسبة للحدث لدى الشعوب العربية والإسلامية، هل صار التطبيع يعني ظاهرة شعبية تتنامى يعني مع الوقت ولم تعد قاصرة على الأنظمة وعلى الحكومات العربية التي توصف بأنها عميلة وأنها خانعة؟ يعني بدأت هناك تيارات شعبية أيضا ربما تتعاطف مع الكيان الصهيوني أو يعني لا تهتم بهذه القضية الفلسطينية ولا تعتبرها من ثوابتها ولا من مقدساتها، أم كيف تصف هذه الحالة؟ والله لا إله إلا الله يا أخوي عبد الرحمن، لا إله إلا الله. يا أخوي عبد الرحمن، لما يصل الأمر، أقول لك لما يصل الأمر إلى الشرعنة، فإن الشعوب أو أقول خليني أقول لك إن المخذولين الذين خذلوا بهذه الشرعنة الزائفة التي شرعها الحكام الجبناء باعترافهم بهذا السرطان الذي يوجد في جسد الأمة، لما توصل الدرجة أن شخص يطلع في شاشة التلفزيون ويقول أتمنى أن أكون بين إخوتي اليهود الآن في 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 مدينة القدس وفي تل أبيب وفي 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 بيت حانون، يعني حقيقة هذا الشيء يدمي له القلب، يعني والله نبكو بكينا دم يا شيخ. نحن ربما الجيل الحديث الآن ما عصرش التطبيع الذي عمله المقبول السادات في سنة 77 مع الإسرائيليين، والله بالرغم أننا كنا صغار في السن، يعني كان عمرنا 13-14 عام، والله بكينا يا شيخ. والله لما ذهب السادات إلى ليوقع اتفاقية كامب ديفيد، والله بكينا، أقسم بالله. لماذا؟ بكينا حرقة على الأمة. الآن يا عبد الرحمن، الشباب كما أسلفت أنت بدري والله أحد المتصلين، أن الشباب الآن يعني معتكف على الـ على الـ على الـ الجهاز النقال والألعاب والمقاطع الفيديو وغير ذلك، الآن لا يشعر، يعني ما يعلمش حتى شو صار. نعم. لكن رغم ذلك أستاذ عز الدين، رغم هذا يعني الضغوط الدولية والخذلان الرسمي وحتى الشعبي ربما يعني للأسف الشديد، ولكن لا زال الشعب الفلسطيني والمقدسيين على وجه الخصوص يبدون يعني مقاومة باسلة، وشبابهم يعني يختلفون يعني في مظاهر من المقاومة الباسلة. سأعود لكي تعلق لي يعني عن هذه الظاهرة، يعني عن احتفاظ الشعب الفلسطيني بجذوة المقاومة قوية، يعني رغم كل هذه السنوات، يعني أكثر من 60 عام من الاحتلال، لم يتأثر الشعب الفلسطيني، لم يستسلم رغم كل الخذلان. سأعود لكي تعلق على هذا، لكن دعني أخذ سريعا مشاركات من المتصلين. معنا عبد الله من مصراته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. تحياتي لك يا دكتور ولمن استقبل مكالمتي ولشرفي هذه القناة داخلها وخارجها وكل مخلص لهذا الوطن الحبيب. حياك الله. أنا لست دكتورا لكن أشكرك على كل حال. بارك الله فيك يا سيدي. تفاؤل إن شاء الله. أن أتفاؤل لك أن شغل إن شاء الله تأخذ بالفراغ. أستاذي الكريم، أنا طبعا بالنسبة للبشر اللي جاي على الحكام العرب هم أصلا ما عندهمش مؤهل للبقاء في مناصبهم إلا مؤهل التخلي عن القضية الفلسطينية أو مباركة تسليم فلسطين لليهود. هذه من البداية، لو كان ترجع للتاريخ في 47-48 في عندنا عدة حالات
ناس مجاهدين قادة معينين عندهم فرق معينة يكاد يصل إلى تل أبيب وينهي الموضوع، يتدخل قيادة القوة العربية ويقول لها وقف. يعني الخيانة من بدايتها والخيانة من 47-48 قاعدة مستمرة. ما فيش مؤهل لحكام العرب تقريبا بأجمعهم في الوقت الحاضر لبقائهم في السلطة. الثمن هو التخلي عن القضية الفلسطينية وتسليم فلسطين للصهاينة. بالنسبة للتوقيع، أنا أحيي الآن في هذا الموقف، في هذا المقام، أحيي شعبنا العظيم، شعب الكنانة، شعب مصر العظيم الذي كانت حكوماته من السباقة للتطبيع، ولكن شعب مصر العظيم لم وأنا يبدو لي لم ولن ولن يطبع، لم ولن يطبع مع إسرائيل إن شاء الله. وهنا أتمنى من إخوتنا، يا إخوتنا في الإمارات، يا إخوتنا يا شقائنا في السعودية وفي الإمارات، لا نطلب منكم أن تتحدوا حكوماتكم، قد يكون هذا فوق طاقتكم. فالجبروت المسلط عليكم جبروت يعني يصعب ويستحيل، ربما تستحيل مقاومته، لكن على الأقل احترموا مشاعرنا، احترموا مشاعر، احترموا تضحيات شعبنا العظيم في فلسطين. لا نريد هذه التفاهات، لا نريد منكم أن تتضامنوا مع اليهود يا سيدي ابقوا على الحياد، لا نريد منكم هذه من بعضكم التافهين الذين يتسابقون الى 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 التضامن مع اليهود والى اقراء اليهود والى كتابة في طيب هذه رسالة ربما للحكومات المطبعة والحكومات العربية، هل لديك رسالة للشعوب العربية؟ ما الذي يمكن أن تقدمه لنصرة قضية الأقصى؟ هو الكلام هذا للشعوب، أنا كنت أدور كلام هذا للشعوب العربية. وربما تكون أخوتنا في الخليج، ربما تكون مغلوبون على أمركم في الإمارات السعودية، لكن على الأقل احترموا مشاعر الشعب الفلسطيني. يعني على الأقل تتخلوا عن مشاعر التضامن مع الصهاينة ضد شعبكم المسلم واخوتكم في العروبة في الإسلام. يعني لا يليق بكم يا سيدي، يوقفوا على الحياد على الأقل. أعطونا حيادكم، بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك سيد عبد الله من مصراتة. معنا أيضا محمد من ترهونة. محمد، نعم تفضل، أنت على الهواء مباشرة، تفضل. ألو. نعم نحن نستمع إليك. مرحبا، حياك الله. مرحبتين. طيب أنا وأنتم طيبين قبل كل شيء. و أيوه وموضوع موضوع فلسطين، هذا موضوع شايف فالمعرقلين الأمور، هم رؤساء الدول العربية وملوك وغير ذلك، اللي يحطوه في كرسي الشعب الليبي، الشعب العربي يحطه على الكرسي، يدير كورنا على الكرسي ويقعد معاه كيف يتحرك. لا لي علاقة بدين ولا فلسطين ولا 7/4. من سنة 1948 أول جلسة للجامعة العربية، الدكتور عبد الرحمن عزام قرر على جميع الدول العربية إرسال جيوش، واشتركت في حرب 48 وأدت نتيجة، وتوالت الجيوش العربية بعد ذلك ونصروا المسلمين. من ذلك الوقت كلهم من يجي يحكم في البلد بتاعه أول حاجة بدون في التطبيع مع إسرائيل، شنو الفائدة فيها؟ تفتح لي مكتب في الدولة بتاعه من العدو اللي يقتل في أولادك في وسط القدس وعلى مرمى وعيون العالم لأمة أمريكا المذللة اللي هي إسرائيل. رؤساء الدول العربية وملوكها ورؤساها وأمراها هم اللي خانعين وهم اللي بايعين القضية العربية، وماذا بيهم؟ ما تحررش فلسطين، اللي مصطفين أجبت ودير وكذا. المهم إسرائيل قاعدة على قلوبنا. أنا اللي أتكلم فيه سنة 78 مشيت في دائم، مشيت في دائم فلسطين، أنا كنا عسكريين مجموعة كبيرة في ناس غادي خونا في فلسطين، والله ما خلونا نجدوا حتى عملية، عادنا ناكل ونشرب ونلعب الكورة إن روحنا. وعلى ذلك أنا
حيي كل من أطلق صاروخ ولا رصاصة بطلقة بندقية تجاه إسرائيل. وفي هذه اللحظة نحيي حزب الله اللي أعطاه درس 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 ذكاثة إسرائيل. قال أول مرة ترجع وتقول يا جنبي من جنوب لبنان من الرجال اللي حبوا فعلا الدم العربي والإسلام وعندهم غيورة على فلسطين. شكرا لك. المقدس. شكرا لك. المقانعين الآن اللي مشادين كراسهم كرسيفين وما يبيش يتحرك ويطلع في الإعلام ويكذب وكذا وكذا كلهم كذابة. نعم. وكلهم بايعين القضية. وأيها العرب أيها الشعوب ثوروا على شعوبكم ثوروا على اللي مسكين الكراسي اجلبوهم خشوا فلسطين حرروها ما عاش فيه إلا هدي لا رئيس لا وزير لا ملك لا أمير لا كرنكاتي. معناكم أن تحركوا عرايا ولابس بوفاس بومنجل بومندقية بوهاون بوهزة بطيارة عليكم بين فلسطين. شكرا شكرا. هو ربما المطلوب المطلوب أقل من ذلك بكثير. يعني هي حتى تظاهرات سلمية الآن يعني لازالت لم تخرج بالشكل الكافي والمطلوب. على كل حال وجهة نظرك سيد محمد من ترهونة أعتقد أو نعم محمد من ترهونة. أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا. معنا عبد المطلب من الخمسة. أرجو أن تختصر سيد عبد المطلب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حتى أنت ما عدلتش أستاذ عبد الله. نعم ضاق وقت الحلقة فقط يعني وإلا يعني كان متاح. والله قضية فلسطين هذه أول قبلة ميت المقدس أول قبلة أول قبلتين ثانية. نعم أولى القبلتين أولى القبلتين وثالث الحرم. قبلتين وثالث الحرم يا شيخ. نعم. هذا هو قضية فلسطين تاجر بها 18 بها المقبول 42 سنة زمان يقص مرتباتنا 42 يقص 24 على خاطر القضية الفلسطينية هناك طلع عميل أكبر عميل الصهيونية. حكام العرب كلهم ومعروف اتفاقية ساس فيكو جابت آل سعود كل شيء ولكن في مؤامرة على ثورة الربيع العربي خاصة ثورة 17 فبراير شهدانا بوك العريبي وسام بن حميد جلال مخزوم دخلوا السلاح. هذا مش أنا قلت قال من حركة فتح. أنا سمعت أبو داني في واحدة محطات قال السلاح اللي خش من ثوار بنغازي والشهداء من بوك العريبي ودخلوه عن يمات مرسي لغزة ما دخلوش الأنظمة العربية. قعد فديك اللحظة قعد الجيران يضرب في تل أبيب. هذا ليش تآمر على 17 فبراير وتآمر على مرسي ولذلك تآمروا عليهم وسلطوا عليهم حفتر. يا أستاذ عبد الله يا أستاذ عبد الله لكن خوفا بعض المثقفين بعض الأحزاب يتاجر بقديسية زي ما تاجر المقبور وتاجروا بها قديس فلسطين. لا قاعد يتاجروا بها الأنظمة الفاسدة. تعرف إسرائيل حامين هالأنظمة ولكن بفضل الله هذه الرسول قال هذه وقت من قيام الساعة من تحت فلسطين. ولكن نترحم على شهدانا والشهيد الشهيد الثورة الفلسطينية الشهيد المقاومة الشيخ أحمد ياسين رحمه الله الذي رجل مقعد خلى الرعب في أمريكا وفي إسرائيل. أحمد ياسين نعم. واحد من المناضلين الله يرحمه ويسلمه من الجنة ومحمد مرسي وجميع شهداء العالم الإسلامي. الله أكبر. شكرا الله لك. أكبر. ما دام الرسول قال ما زالت أمة بخير قيام الساعة. نعم. ونطلب من أخوانا في ليبيا يظهروا مظاهرة ضد ما يحدث في المقدس وفي غزة. نعم. شكرا. الله أكبر. الله أكبر. شكرا جزيلا لك عبد المطلب. إن شاء الله بإذن الله. الله. شكرا لك عبد المطلب من الخمس. آخر مشاركة نأخذ معنا محمد من الواحات. السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا. نحييك ونحيي الأخ عز الدين الشلاك. حياك الله. بارك الله في الكلام الطيب اللي يقول فيه. ونحيي المقاومة والمجاهدين اللي في غزة ونحيي المجاهدين المرابطين على أبواب المسجد الأقصى الذي نسأل الله أن يفتحه عاجلا غير آجل. وعلى الشعوب الإسلامية والشعوب العربية أن تقف وراء علمائها أن تقف وراء علمائها تقف وراء علمائها هم ولاة أمورنا. العلماء الربانيين أمثال الشيخ الصادق وعلماء ليبيا وعلماء العالم الإسلامي الربانيين ليس المطبطين والمخبنين. نسأل الله أن ينصر المجاهدين في المسجد الأقصى. نسأل الله أن ينصر المجاهدين في غزة. نسأل الله يسدد رميهم. شكرا لك. نسأل الله يسدد رميهم. آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك محمد من الواحات. أستاذ عز الدين شلاك أختم معك ربما يعني
بالسؤال الذي طرحته عليك. هذه رغم كل الخذلان، رغم التطبيع الرسمي من كثير من الدول العربية والإسلامية مع الكيان الصهيوني، رغم هذا يعني التلكؤ ربما أو التخاذل حتى الشعبي ربما حتى الآن، الشعب الفلسطيني يظهر مقاومة باسلة قوية حية، شباب صغار يعني يلتحمون بالجنود دون أي خوف أو رهبة، يعني مشاهد فعلا بطولية كأنهم يعني لا يخشون شيئا. فما هو تفسير يعني هذه النفسية التي يتميز بها المقدسيين والشعب الفلسطيني؟ طبعا أنا ما أدركوا، أنا مما فهم واحدهم في الساحة يا أخي عبد الرحمن، هم أدركوا أنهم بعدوا واحدهم في الساحة، لم يبقى لهم إلا المقاومة والانتفاضة والعمليات الاستشهادية للوقوف أمام هذا السرطان الذي يريد نشر المستوطنات ويسعى لإقامة إسرائيل العظمى من النيل إلى الفرات والهيمنة على الاقتصادات والثروات العربية. نعم المقاومة العربية يعني المقاومة الفلسطينية بجميع فصائلها، سواء حماس سواء حركة الجهاد سواء غيرها من الحركات، هذه لابد وأن تنشأ ولابد وأن تكبر ولابد وأن يدعم بعضها بعضا ولابد أن ينسوا خلافاتهم ولابد أن لا ينحنوا أمام العراقيل وأمام الظروف، لأن هذا عمل مشروع، المقاومة عمل مشروع يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعهود والمواثيق الدولية الأخرى، مع تجارب الشعوب الأوروبية في محاربة الاحتلالات المختلفة. تعال نشوفوا نحن، شوف اليابان وشوف أمريكا وشوف فيتنام في حرب مع أمريكا كيف كانت تقاوم وكيف كان الشباب يقوم بعمليات استشهادية ضد العدوان. من الذي ينكر على شعب مقاومة؟ ما رأينا أحد ينكر على الشعب المقاومة إلا الحكام العرب، حكام العرب وبعض من يدينون بديننا وهم محسوبون علينا، يرون إسرائيل ولي أمر حتى هي، ويرون إسرائيل حاكم يضع يده على فلسطين بالقوة وهو متغلب، حاكم متغلب يروه. فهذه مقاومة، هذه مقاومة مشروعة. كل شعب من شعوب الأرض سواء كان صغير أم كبير له كامل الحق في الحرية والاستقلال والسيادة، وأنا أحيي من هذا المنبر مع التنبيه المقاومة الفلسطينية بكامل فصيلها. نعم مع التنبيه أن قضية فلسطين ليست قضية الشعب الفلسطيني فقط، يعني المقدسات المسجد الأقصى هو قضية المسلمين جميعا وليس فقط الشعب الفلسطيني. وننبه أيضا أو نشير إلى دعوات التظاهر التي يعني ظهرت الليلة من أجل التظاهر في ميدان الشهداء نصرة للمسجد الأقصى وللمرابطين في القدس. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عز الدين شلاك الشاعر الليبي، ونشكركم مشاهدينا الكرام على متابعتكم. ندعو الله بالنصر للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وأن تهب هذه الشعوب العربية لأداء واجبها ونصرة قضيتها كما هب الشعب الفلسطيني. نشكركم جزيل الشكر مجددا، وإلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم.